مع عودة الدوريات الأوروبية في الفترة الأخيرة بعد طبعا فترة التوقف الدولي، وكلام ده حصل في كل القارات أكيد طبعا استعدادا لتصفيات المونديال. كنا على موعد مع التفاصيل المعتادة بقى، الإثارة والمتعة والتشويق في الدوري الإنجليزي اللي طبعا زي ما قلت لكم مولع حرفيا على الصدارة. أول امبارح كان في كلاسيكو غير اعتيادي، مانشستر سيتي مع ليفربول اتعادلوا 1-1، انتهى الماتش بهذه النتيجة. واللي حصل أو اللي نتج عن هذه النتيجة نقدر نقول ان الفرقتين عطلوا بعض، يعني فضل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبالتالي فضل ليفربول هو كمان في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، والدنيا لسه في المزيد من الاشتعال الايام اللي جايه. لا لا، منافسة قوية جدا كالعادة مور. يعني انت بتتكلم يعني عن دوري قوي جدا، واكيد الصدارة كمان المنافسة عليها في الدوري الانجليزي شرسة للغاية طبعا. وانت بتتكلم عن نقطة وحيدة هي بتفصل اصلا كمان، لو هنتكلم على الفرق المختلفة ليفربول عن مان سيتي، وعندك على الصعيد الثاني ارسنال انفرد برضه بالصدارة. وأنا معجبة جدا بأرتيتا بصراحة، لأنه من المدربين التقال جدا، حتى وإن كان في بعض المواسم يا كريم مش بيتألق، لكن هو فعلا من المدربين الفنيين التقال جدا. هتكلم عن توتنهام كمان، هو خسر امبارح أمام أستون فيلا والرصيد بتاعه توقف عند ال 26 نقطة، ده في المركز طبعا الخامس. طيب على الصعيد برضو تاني، أستون فيلا المفروض رفع رصيده ليصبح هنا 28 نقطة، متساوي هنا مع ليفربول. على كل حال منافسة، هنرجع نقول تاني مشتعلة حرفيا فعلا. انت عندك الاول 30، الثاني 29، والثالث والرابع 28 نقطة، فهي منافسة كمان قريبة، يعني انت بتتكلمش في جاب كبير طبعا. وهتفضل برضو خلينا نقول اعتقد بهذا الشكل غاية الجولات الاخيرة من البريمير ليج. يعني متعة حقيقية بتتفرج على كرة قدم وبتستمتع، مش ماتش وخلاص شغال وبتشوف كده اخطاء، بتبقى قاعد تقول هو ايه اللي بيحصل. طبعا ده بيحصل عندنا بشكل كبير جدا، لكن نادر الحدوث خلينا نقول في تقريبا او تحديدا الدوري الانجليزي، واحد من اقوى الدوريات العالمية طبعا. اللي هنفضل نقول تاني ما لهوش منافس فعلا، انا بعتقد كده او حميل لهذا الرأي. على كل حال مزيد من التفاصيل خلينا ناخد على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ مجدي سلامه. يا استاذ مجدي صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الفل يا استاذ نعند، صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل على كل متابعي قناه الاهلي. قبل ما اخش في اي حاجه بقى ليها علاقه بالمنافسات ومين اللي هيتصدر وليفربول وسيتي وغيره، انا عايز اسالك سؤال هو هاخد من اخر حاجه انا قلتها. استاذ مجدي، بتشوف فعلا ان الدوري الانجليزي هيفضل كده في حته لوحده؟ يعني مش هيكون في منافس قريبا نقدر نقول، حتى ما بتكلمش بس يعني في الدوريات الاوروبيه، انا بتكلم في العموم في العالم، ولا برضو ده هيفضل عنده خاصيه مختلفه كده ما تفهمهاش؟ يعني لان هم عندهم اخطاء برضو تحكيميه، عندهم مشاكل، عندهم عنصريه من قبل الجماهير، بس برضو ده الدوري الانجليزي مختلف. خليني اعرف منك. طبعا بالتاكيد يمكن الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات في العالم طبعا خلال السنوات الاخيره كلها. طبعا الدوري الانجليزي فيه منافسه بتظل مشتعله زي ما حضرتك اكدت دلوقتي. هنتكلم في ارسنال ومانشستر سيتي وليفربول واستون فيلا وتوتنهام، يعني خمس فرق بتنافس على الدوري. يمكن ده بيبقى الموضوع بيبقى صعب جدا لما بتشوف اي دوري تاني، بتلاقي مثلا فريقين ثلاثه بالكثير قوي لما يكون بينافسوا على لقب مثلا، انما احنا بنتكلم في خمس فرق بينافسوا يمكن فرق بين الاول لحد الخامس اربع نقط بس. خليني اقول لك يمكن السيتي بدا الموسم بشكل كويس جدا كالمعتاد، يعني مع زي ما عودنا السنوات الاخيره منذ قدوم بيب جوارديولا، يعني يمكن حقق اول سبع جولات الصداره حقق 18 نقطه، هو خسر بس مباراه واحده. بعد كده لقينا توتنهام يعني مفاجاه كبيره جدا وقدر يتصدر ثلاث جولات، بس طبعا مع الاصابات واهم لعيب عندهم في الموسم اللي هو جيمس ماديسون تعرض لاصابه، اثرت طبعا على مستوى الفريق. يمكن هو ساهم في 8 اهداف من 11 ماتش. خليني اقول لك طبعا ان ارتيتا يعني يمكن بيقدم مستوى مميز جدا جدا طبعا خلال السنتين الاخرى مع ارسنال، ويستحق طبعا ان هو يتصدر، واتمنى له طبعا ان هو يعني يكمل في الصداره ويتصدر الدوري ويفوز باللقب في النهايه. طبعا في يعني يمكن فريق جديد استون فيلا دخل في موضوع المنافسه على الدوري الانجليزي، يمكن استون فيلا مع اوناي ايمري حقق موسم جيد السنه اللي فاتت، حقق المركز السابع ودلوقتي دخل في المركز الرابع بحقق 28 نقطه، فطبعا المنافسه يعني قويه جدا. يعني دلوقتي بنتكلم على ان الموسم ده الصراع الوصول للصداره حاصل مع خمس فرق مش فرقتين او ثلاثه، بنتكلم في ليفربول ومانشستر سيتي وارسنال وتوتنهام واستون فيلا، يعني في خمس انديه بتتنافس على الصداره. طبعا زي ما قلت لحضرتك يمكن
في 5 فرق طبعا بينافسوا على الدوري الانجليزي، والجاب بينهم قصير جدا يعني 4 نقط. بنتكلم في ارسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، استون فيلا، توتنهام زي ما حضرتك اكدت دلوقتي. سيتي طبعا معتاد ان هو بيقدم مستويات مميزه، بس هو ممكن خسر مباراتين، فده اللي خلته يعني ايه ما يتصدرش بالجاب الكبير اللي كان معودنا عليه خلال السنوات الاخيره. بس انا متوقع ان هو مانشستر سيتي يعني هي هي يعني مع الضغط بتاع شهر 12 اللي جاي ده، ممكن الفرق الثانيه اللي هي تستغل ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه او الكلام ده كله في المباراتين دول، ويستغلوا مثلا الضغط البدني اللي عليه، ويستغلوا ان هم يتصدروا او يفرقوا يعني بنقط اكتر يعني. طب انا عندي سؤال برضو استاذ مجدي، يعني الموسم اللي فات شفنا برضو مثلا على سبيل المثال ارسنال كان عامل بدايه قويه جدا، ولعب مباريات كان بجد فنيا وعلى الصعيد النتيجه كمان كان رائع. بعد كده حصل دروب لارسنال، كنا كلنا متوقعين ان ارسنال بعد بص بقى غياب سنوات قد ايه هيرجع مره تانية، لكن برضو لم يوفق. لكن طبعا خلينا نقول ظهر بشكل مختلف تماما عن السابق، فادى امل شويه برضو لمشجعي ارسنال. تعالى هنا بقى نتكلم الموسم ده، طبعا احنا صعب ان احنا نحكم دلوقتي، بس برضو لقينا برضو اللي ماشي بنفس المنوال هو استون فيلا. فاعتقد في تحس كده ان الموضوع فعلا مش متوقف على 3 فرق زي ما حضرتك كنت بتقول، لا في انديه اخرى ابتدت ان هي تصعب، عندها طموح، بعها تطور في الاداء، بقت تنافس ليفربول، تنافس مان سيتي. لكن السؤال هنا هل ممكن فعلا يصبح ده او يستمر ده للنهايه؟ لان احنا شفنا ارسنال ما قدرش ان هو يكمل للنهايه رغم كتير كان متوقع ده. يعني خليني اعرف منك قراءتك للمشهد هذا الموسم. هي بطوله الدوري دايما بتتعلق بالنفس الطويل، يمكن الفريق اللي هو اللي عنده نفس طويل بيقدر يجمع نقاط اكبر هو الفريق اللي بيحصد اللقب في النهايه. يمكن السنوات الاخيره اخر 6 سنين احنا شفنا المشهد كله بيتصدره مانشستر سيتي، لا سيما بس ليفربول هو اللي قدر يعني يحقق في الفوز في لقب وحيد. صحيح. انما هي يمكن مانشستر سيتي دلوقتي بالفريق الحالي مع بيب جوارديولا يعني يمكن عنده شخصيه البطل بشكل كبير جدا، اللي هو بيقدر عنده نفس طويل في كل البطولات، اللي هو بيقدر يحقق اكبر نقط ومن غير ما يتعرض لخسارات كتير، فعشان كده هو بيحقق اللقب. فيمكن يعني اتمنى ان هو ارسنال يمكن يكون يعني يتعلم من اخطاء الماضي الموسم اللي فات، ويقدر ان هو بدل ما يدي الصداره زي المره اللي فاتت لمانشستر سيتي، لا يقدر بقى ان هو يكمل بشكل كبير جدا الموسم الحالي. طيب. ده ويقدر يتصدر في النهائي. على ذكر ليفربول ومانشستر سيتي، غير المنافسه اللي بين الفرقتين على صداره ترتيب الدوري، في برضه منافسه جانبيه كده بين محمد صلاح وبين هالاند. محمد طبعا صراع على يعني لقب الهداف، هداف الدوري. محمد صلاح لغايه دلوقتي عنده 10 اهداف في حين ان هالاند عنده 14 هدف. شايف المنافسة ممكن تفضل مستمرة ما بينهم، ولا في مرحلة ما نظرا للغزارة التهديفية اللي بيحققها هالاند فممكن المسافة تبعد شوية بينه وبين محمد صلاح؟ أكيد المنافسة صعبة جدا. يمكن هالاند عنده معدل التهديف بتاعه مرعب بصراحة، يعني يمكن هالاند بيقدم مستويات الفترة الأخيرة مع منذ قدومه للدوري الإنجليزي بشكل مرعب، يمكن سجل 50 هدف في 48 مباراة. اكيد محمد صلاح هيأثر عليه الفتره اللي هي موجوده مع منتخب مصر في امم افريقيا، يمكن يعني هيشارك ان شاء الله يعني من 13 يناير لحد 11 فبراير لحد النهائي باذن الله. فليفربول هيلعب 4 مباريات في الفتره دي، اكيد الفتره دي طبعا هتأثر عليه ان هو مش هيقدر يشارك، فاكيد هالاند هيسبقه بالاهداف، الا بقى لو هالاند اتصاب يبقى عليه العوض. بالظبط. مشكله دي. مش بني ادم، بقول لك هالاند مش بني ادم. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا استاذ مجدي، نورتنا، وان شاء الله كمان نسعد بوجودك معانا في الاستوديو عن قريب باذن الرحمن.